بطولة الشهيد الأولى لكرة القدم التي رعتها وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت على مدى أكثر من أسبوعين وشهدت مشاركة فاعلة لأندية الدرجة الثالثة. مزيد من التفاصيل نسمعها ونشوفها في هذا التقرير. ضعنا عظماؤنا، توج نادي اتحاد العدين بطلا لبطولة الشهيد الأولى لدرجة الثالثة لكرة القدم بإب التي أقيمت برعاية وزارة الشباب والرياضة وبدعم صندوق النشأ، وأشرف عليها مكتب الشباب ونظمها فرع اتحاد القدم، وذلك عقب تغلبه على تعاون بعدان بهدفين سجلهما النجمان ياسر الهلالي في الشوط الأول وعبد الإله العواضي في آخر الشوط الثاني في لقاء ممتع شهدته جماهير كبيرة ملأت جنبات ملعب الكبسي. المباراة ظهرت قوية من طرف الاتحاد في شوطها الأول، سجل فيه هدفا وأضاع أهدافا أخرى، وسيطر التعاون بالشوط الثاني دون أن يسجل، واستطاع الاتحاد في آخر المباراة تسجيل هدف ثاني أكد به استحقاقه للبطولة. وقام ضيوف الختام بعد المباراة عبد الفتاح غلاب وكيل المحافظة ومدير عام مكتب الشباب والرياضة إبراهيم المساوى ومدير إدارة النشاط الرياضي بالوزارة غمدان المجاهد وآخرين بتكريم البطل اتحاد العدين والوصيف تعاون بعدان والأندية المشاركة وهي 20 ناديا والإعلاميين والحكام وبعض الشخصيات والمساهمين بنجاح البطولة. خاصة هذه المباريات هي قامت باسم الشهيد، ويكفيكم شرفا يا شباب محافظة إب أن وزيركم شهيدا استطاعه الله سبحانه وتعالى في مجالها. اليوم من هذا المكان أوصلتم رسالتكم أن العدوان مهما حاصركم ماديا نحن نعلم أنكم تعيشون في أصعب الظروف، والشباب عملوا هذه الأعمار راجبة من لا شيء، ليس لأنكم لا تمتلكون المال ولكن لأنكم تمتلكون العزة. وكذا أحسن حارس بشير الحبيشي من التعاون وأفضل لاعب عرفات قحطان الورد من سبان الرمضة. وكانت الفرقة الكشفية بمدرسة جابر بن حيان قدمت بين شوطي المباراة عرضا كشفيا ممتعا جذب الجماهير الحاضرة في الملعب. خلال الحفل الختامي تم المباركة للشباب والرياضيين على صمودهم وتحديهم كل الصعاب واستمرارية أنشطتهم المختلفة رغم كل العوائق التي تعترضهم.